حيل يستقطب كريسبو. واعتقد واحده من الصفقات المميزه كحال دي حيل على المستوى الفني. الله 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 على طريقه الوالد يا لطفي يا رابح. بالكعب بالكعب في الكرة الماضية الثالث يأتي لمصلحة نادي الدحيل. لطفي رابح ماجر صنع الثاني يسجل الثالث. الفريق مفكك يا كابتن عبد الله في هذه الأمسية أمام الدحيل. أولونغا هنا توغل ثم مر الكرة. والله عليك يا لطفي الدفاع يكتفي بمشاهدة الأضرار، الدفاع يستمتع بهذا الكعب الجميل. أوه في المرمى في المرمى، هدف رائع يسجل بكعب رائع. لطفي رابح ماجر ثالث الأهداف لمصلحة الدحيل. الآن الدحيل كل خمس دقائق قاعد يسجل هدف. 3-0 الآن